بدعوة كريمة من العتبة الحسينية المقدسة جئنا لعمل خط إنتاجي متواضع بإمكانيات ذاتية، لكنه يتعامل مع الأزمة ومع الوضع اللي إحنا عايشينه لإنتاج مطهر لليدين وللأسطح بنسبة قاتل جراثيم بنسبة 99.9. جهد بسيط لكنه جهد ضمن المعايير الصحية وضمن معايير الإنتاج، وإن كان أشياء بسيطة جدا، ولكن نحن في خضم مشكلة، والعتبة الحسينية ليس بغريب عليهم هذه المبادرة. وبعد أن ينتج هذا المنتوج يوزع مجانا دعما إلى الناس الفقراء والناس المحتاجين كي نتخلص من هذه الأزمة وهذا الوباء. بادرت جمعية كشافة الوارث التابعة لقسم التنسيق والتهيئة التربوي بإنشاء معمل مصغر، وهو معمل يعتبر معمل التعبئة وليس معمل إنتاج. هذا المعمل تخصص بتعبئة المواد الكحول، وهي متكونة من مادة الكحول البلاستون، فهذه توزع على العوالم المتعففة. صار إنتاجنا باليوم ما يقارب 1500 إلى 2000 علبة توزع على العوائل. صار عندنا تعاون كذلك مع المحافظات، حاليا جهزنا محافظة الحلة، واليوم إن شاء الله نباشر على محافظة بغداد بتجهيزهم 3000 علبة. حاليا عندي بالخزين ما يقارب 6000 علبة. توجهنا يوم أمس بالتعاون مع مجلس محافظة كربلاء، حطيناهم ما يقارب يعني حاليا 1500 علبة. هذه العلبة حطينا ستيكر خاص مكتوب على ستيكر أمان عمل عتب الحسينية، ووضعنا بها حتى لا تسوق بالأسواق، فوضعنا بها توزع مجاناً.